واحد يشم هو ربه شوي. بس هاي وين اخواتك؟ جوا عم يلعبوا بالالعاب. ليش تركتيهم لحالهم؟ انا بضيعوا. يلا انا اللي راح. خليكي عندهم. ها عينك على الولاد. ها لا يضيعوا، لا تتركي اخواتك. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك زين؟ مسلم. يلا قلت تشكيل حسين كيفك زين؟ الحياة صناقي زين ولوش؟ الحمد لله الحمد لله. شو اسمه ارسل سين؟ كان شيء انا؟ ناصر كان شيء ارسل 16 ساعات مسار كان شيء. بنده كان شيء ورا. اسال كان شيء ارسل سين. On 3 saat, 14 saat falan. Nasıl bak, örgüle çekiyor, 13 saat çalışıyor. Nasıl çalışıyorsun, örgüle çekiyorsun? Daha keyiflisiniz, örgüle çekiyorsunuz. Maaş alıyorsunuz, yardım alıyorsunuz. Her şey size güzel. Hayat size güzel, hayat size size. Lan oğlum, çalışın çalışın, yardım almayın. Oh, hadi bir yer, bir yer. Hem zaman keyif çekiyorsun, dandile gidiyorsunuz. Bir yer bırakmıyoruz, gidiyorsunuz. Denize gidiyorsunuz. Gidin çalışın çalışın. Öyle bir yarif bir yarif. Bunda bir yarif yok falan. Ne konuşuyorsunuz? Küfür ediyor musunuz? Yok hayır. Ben bir şey söylemedim. Bir şey söylemedim. Ama ben yani nargile içiyorum. Bu akşam. Zarar zarar. Hem para hem sana. Tamam ama. Biz içmiyoruz. Tamam abi. Bizi öğretmeyin. Milletimize öğretmeyin. Bırak bunu bakayım. Bırak at. Bizi öğretmiş bu sıkıntıyı. Tamam abi ne istiyorsun şu an? Memlekete gidin. Bize rahat bırakın, rahat et. Sigorta ödüyoruz, her şey ödüyoruz. Her şey ödüyoruz, siz ödemiyorsunuz. Tamam. Sizde her şey bedava. Hadi söndür. بسم الله نعم الوكيل هن الفكره نحن غلطانين ولا صوفين الشغل ذبحني، كسر ضغطي الشغل. ما عم بفضى. شوف شو صرت فيه معي. عمره الشغل وعمره المصاري.
فكره ما ينكم. الواحد ما يفرح كمان ما نضل مغطين حياتنا كله شغل 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 وهموم. فكره ما ينكم. روحوا جهزوا حالكم وخبروا اختكم ايمان مشان اخذكم على الحديقه. يلا تحركوا تعطي الموزه. يلا اخ بس الله يقدرني على اني ابسطكم كثير. يا رب افتحها بوشنا وزيد هالهموم اللي بقلبنا. اخذنا هالألفين ليرة 900 ليرة اجار بيت 500 ليرة كهرباء ومي ضل معنا 500 ليرة شو بدل حياة اكل شرب ولا لبس شو بدل حياة يا الله شو هالنبت الله يرجعنا على بلادنا والله ما مرتاحين شو نعمل الحمد لله الله يديم النعمة علينا الحمد لله على كل حال يلا يا اولاد جهزتوا حالكم يا رب. الله يرجعنا على بلدنا خير وسلامة يا رب يا رب. الله بيعلم شوفوا القلوب. مع الأسف هذا حال سوريين في تركيا. الأتراك شايفيننا بعينهم انه نحن مكيفين ومبسوطين وأراقين وكذا وما عنا اي شيء تاني نعمله. فهنا ما بيعرفوا نحن بالواقع كل واحد الله بيعلم شو في جوات بيته، الله بيعلم شو في بقلبه. فعلى كل حال الحمد لله على كل حال. لا تنسوا تصلوا على سيدنا محمد وبتمنى منكم تدعمونا وتشاركوا الفيديو هذا مع اصدقائكم لحتى نقدر نوصل فكره للأتراك انه نحن كمان نتعب. لا تطلعوا علينا من برا انه مبسوطين، لانه نحن بنحب نعيش اللحظة اي وقت وكيف ما كان وقتنا. يعني حتى لو كنا متضايقين ما في داعي نورجيكم او نورجي الناس انه نحن مخنوقين. فبتمنى تشاركوا الفيديو وتدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. تحياتي لكم، السلام عليكم.